السياق الدولي والسياق الجهوي والإقليمي والداخلي مدعات أن تحمل كلمتي هذه الموضوعات. ولكن لأننا حزب ماشي تيبان من انتخابات ويقفل مقراتي، بل نحن حزب متواجدون في المجتمع ونناقش القضايا ونطرح المقترحات ونطرح الآراء. بل يمكن أن أقول أنه غرفة الأيام الأخيرة اتهم المكسب السياسي لحزبنا وأصدر بيانا حول هذه الأوضاع بدقته وتفاصيله. على أي احتراما لكم واحتراما لأن من أقف أمامهم هم من نخبة المجتمع، من المثقفين، من المتنورين فيه، من المتابعين لا للقضايا الدولية ولا للقضايا الجهوية والإقليمية. احتراما لكم، أنتم ذكرتم ذكاءكم، سيذكر أن كل أنظمتنا العربية الفاسدة عبر التاريخ اختارت من القضية الفلسطينية الواجهة التي لا تطرح بها مع المجتمع ومختلف فئاته القضايا الحقيقية التي يجب أن تناقش. فتجد الرئيس العربي أو القائد العربي مع المهندسين الزراعيين كما هو مع المحامين ومع الأطباء ومع الشباب والنساء، يجد تاجا لكل مشاكل مجتمعه في الحديث عن القضية الفلسطينية وما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين، دون أن يتحدث عن القضايا التي تؤرق تلك الفئة أو تلك الجماعة التي يجتمعون. لذلك لا يسعنا ونحلف الضفة الغربية بالعالم العربي إلا أن نؤكد أننا سنظل أوفياء لما كان عليه سابقونا دولة ومؤسسات وجماهير شعبية في تعاملها مع القضية الفلسطينية بكل عقلانية والدفاع عنها بكل واقعية، بعيدا عن الشعارات والمزايدات وأي شيء آخر. الشعب المغربي الذي جعل من القضية الفلسطينية قضية وطنية، والشعب المغربي الذي امتزجت دماؤه واحتفل غدر في الخيانة في الدفاع أبنائه في الدفاع عن فلسطين، والشعب المغربي اللي بكل عقلانية في مختلف المحطات دعا إلى الحلول البراغماتية التي يمكن أن توصل إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها الشرق. ولذلك خارج هذا السقف الذي نعمل من أجله جميعا، لن نجتر ولن يجرنا أي أحد لمواقف قد تكون للغو فقط وللمزايدة أو لتمرير. احنا تنشوف أين آلت جبهة الرفض التي اتهمتنا بالتخوين واتهمتنا بالتنازلات؟ أين آلت الدول التي وعدتنا بتحرير فلسطين وكل فلسطين من النهر إلى البحر؟ اليوم بكل مسؤولية، كل يقول لكم
وأنا قبل 7 أكتوبر حضرت مؤتمرات دولية عديدة وتوجهت إلى قادة فلسطينيين فيما في زيارة لي في البيت أو في غيرها. قلت لهم القضية الفلسطينية أصبحت آخر شيء في كل المؤتمرات التي حضرها، لا أحد يتحدث عن فلسطين. اليوم إذا كان لهذه النقمة من شيء فهي أن على الأقل سحبت ذلك ملف إلى القضية الفلسطينية ووضعته على قمة جدول الأعمال ديال الرأي العام الدولي والمنتظم. إذن ففي هذه المرة كذلك يجب أن نكون عقلانيين ومسؤولين. إن المنطق اليوم واللي يمكن يخليها بالرأي العام الدولي الذي بدأ يتغير، ثم شتو المسيرة لندن أكبر من الرفض من المحيطين الخليج، عندما تخرج بك مئات الآلاف الديمقراطيات الغربية للتعبير عن استنكارها، عندما يتحرك الرأي العام الأمريكي أمام البيت الأبيض وتخرج لك المسيرات، عندما تتقوى المعارضة حتى داخل الرأي العام الإسرائيلي إدانة للهجمة الفاشية وللتطهير العرقي، يمكن نقولها بكل مسؤولية، الذي يمارسه الحكام الإسرائيليين لا نتنياهو ولا الحكومة اليمينية الفاشية في إسرائيل. عندما يتحرك كل هؤلاء نجد من الضرورة أنه اليوم إلى على منتظم الدولي والرأي العام الدولي شي حاجة، فإن هذا يستدعي على وجه الاستعجال، ماشي غير إلقاء الحرب فورا، ولكن الدخول في التحضير لإعطار الاستقلال للدولة الفلسطينية في إطار حدود 67، مطلب العقلاني وعاصمتها القدس الشرقية. نفس الشيء بالنسبة لأوضاعنا وقضايانا، لا بد زميلاتي زملائي أن نتذكر وأن نعي وأن نضع نصب أعيننا أن هناك من يريد أن يجعل المغرب في جزيرة، يعني لكن البحار ممتدة من الشمال إلى الشرق، وحصرنا من الجنوب إلى الشرق، لكن البحر ممتد من المتوسط إلى الأطلس الغربي، لحصرنا شرقا وجعلنا جزيرة أخرى. ولا يجب أن نغيب أن أعداءنا، مش ما نبقاوش في الألفاظ الدبلوماسية ونقولوا الخصومنا، يحضرون يوميا للقضاء علينا، ولا يرضيهم الوضع التي يوجد فيه، ونحن قبل هذا وذاك وطنيون، ولا بد لنا أن ندافع عن وطننا وأن نعمل من أجل الدفاع عن وطننا. لذلك فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية وتدبيرها، اسمحوا لي رجعت غير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، راه تعرضنا لأكثر من 500 هجوم خلال هذه السنة حسب ما صرح به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. 500 هجوم كلها آتية من الشرق، راه ما وعيناش بأن خصومنا بعد الكركرات وما يتم في الصحراء من دفاع في المنطقة العازلة بشكل يومي، وما نعرفوش طبيعة الخصوم وما يستدعي الأمر من مواجهة كذلك لهذا. لذلك قضيتنا الوطنية
لا بد أن تظل حاضرة بكل الحذر واليقظة في أي تحليل نقوم به للمرحلة. أخيراً قبل أن أتناول الكلمة التي حضرتها في إطار المهنة التي تجمعنا وهي الأفكار التي تجمعنا، أخيراً المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للمواد الشعبية في تناوله للوضعية العالية طرح مطلباً هو التوازن المؤسساتي. انطلقنا من أن الديمقراطية والمنافسة الديمقراطية عندما تفرز صناديق الاقتراع نتائجها فإن الحكومات توكل لتشكيلها من طرف الحزب الأول، الحزب الثاني يقود المعارضة، وحتى على فرض تشكيل الحكومة من الحزب الأول وثاني يكون للحزب الثالث أن يقود المعارضة ليحضر نفسه. هذا هو التناول الديمقراطي، وهذا هو الإبداع، وهذه هي الديمقراطية. احنا في المغرب وكما سميناها وقتها في 21 سبتمبر في الانتخابات، التحول اللي تأسس على قاعدة أن الأحزاب الكبيرة غتكتسب السلطة في الأقاليم والجهات وعلى مستوى المركز، وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وصلنا إلى حكومة متغولة استمعت للسادة النقباء تدخلاتهم سيد وأخ المنسق الوطني. رأى هذا الممارسة التي تحدثت عنها هي نتيجة للتغول، ماشي وزارة العدل فقط، تغول حكومي حقيقي لم يعد ينصت لأي رأي آخر ولا يقبل الاختلاف. ضربا حتى الدستور في حماية لحقوق الأقلية وحماية للمعارضة وحماية لحق الاختلاف ومن أجل القيام بالدور الرقابي. الدستور ربط بين القيام بهذه المهام بواحد نسبة معينة، باش دير رجال تقصي حقائق الطلب يوقع عليه واحد نسبة، باش دير ملتمس الرقابة غير تقديم طلب خصو واحد نسبة. اليوم المعارضة برمتها عاد دير رجال استطلاع ودير كذا، المعارضة برمتها لا تتوفر، وخا يجمعنا الله حتى مع الذين تناقضنا معهم واختلفنا معه عبر التاريخ، وخا نغيو يستحيل أن نصل إلى مراد إلى أن نقوم بالمهام المنوطة دستوريا بالمعارضة. وبالفعل أوصل هذا الأمر هؤلاء إلى التغول. لذلك احنا توجهنا وطالبنا انه من اجل اعادة القطار الى السكة لا بد من توازن المؤسسات، توازن المؤسسات يخلي كل هيئات، وهذا الشيء نخشى الوضعية التي تعيشها في قطاع المحامين وليس تعيشها مهنة القضاء برمتها أن يقع هذا الاختلال كذلك في المؤسسات القضائية. لذلك ننبه كل إنسان الغلبة والقوة التي يوجد عليها اليوم بفعل نتائج معينة وبفعل إخراج معين، يمكن هذا الشيء يؤدي إلى نوعين من أن ما تبقاش يحس الإنسان بالآخرين، ويرفض أن النقد، ويرفض الاختلاف، ويرفض أن يوجه إليه النقد. لكن هذا الشيء غادي يضر بمستقبل البلاد، وغادي يولي لا ناهي ولا منتهي، وهو ما ينبهنا إليه.